السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تحذير وفي نفس الوقت إشارة إلى جميع الإخوة الرقعة ليحكموا وليشهدوا بما يقع وما يحصل. يعني البارحة يتصل علي أخ فاضل من السعودية، هذا الرجل يسبني ويشتمني، يقول يتصل عليه ويقول سوف أودع الشيخ في السجن. لماذا يحصل على الإقامة؟ ولماذا يقوم بالحج والعمرة هناك كل عام؟ ولماذا يذهب عند الناس يعطونه الأموال هذه؟ ثم يقول له لماذا يبني الإمارات ويبني البنيان وعمارات وكذا؟ شو انظر إلى الحسن وعندي ثواب شو على هذا. لكن الشيء الذي به سوف تصدقون كلامي أن الفيسبوك قلت أنه اخترق وسرقوه ويتعامل به. الآن تصلني اتصال على أن فيسبوك خاص بي، هو يكتب، هذا المجرم يكتب عليه، وكل الشيخ نعيم أن من أراد التواصل مع فيتواصل معي من خلال هذا الرقم. أول شيء تدليس وكذب، هل هذا منتحي؟ هل هذا أخ هذا رقم؟ ويقول من يريد أن يرسل فليرسل الأموال على هذا الاسم وعلى هذا الحساب. طيب أليست سرقة؟ لتعرفوا أن الحرب أصلها من أجل الدراهم والدنانير، وهذا لا يساوي شيء. فأنا أحذر من هذا المنبر وهذا في أعناق الجميع، لأن فيسبوك قد اخترق أو سرقوه. الكل يرسل هذه الكلمة إلى من يعرف أن نعيم ربيع ليس له أي حساب على الفيسبوك أو التويتر أو على الواتساب، ومن أراد أن يتواصل مع العلاج فيكون عن طريق الأرقام الخاصة هي 00212663501224 00212663501234 فقط، مع يعني أرقام غير هذه لست مسؤول عنها. إذا أصلتم أموالا لست مسؤول، إذا يعني حاولوا يدلسوا عليكم في أشياء لست مسؤول، ليس لي فيسبوك صاروا لتعلموا الوقاحة والخسة التي وصلوا إليها. تكلموا في أشياء لكن الحقيقة تظهر مع الأيام. الأصل في هذا كله هو أنه يريد كسب أموال أو أن يأخذ، لماذا أخذ حسابي والآن يكتب علي، كتب علي قبل يومين الشيخ يعتذر عما قيل، كأني اعتذرته على الأشياء التي سبني فيها، كأني أقر على نفسي هذه الأشياء. ولما لم يفلح الآن صار يحاول يعني بذكاء أو بذهاء الشيطان أنه إذا كانت المشاكل مع الناس يعرفها أو إذا من أصل الأموال أكلها. فأقول لك اتق الله وعلى رقى كلهم أن يراسلوا طاعة الله عز وجل. هل هذا فعل الناس المستقيمين أم أنه فعل الشياطين؟ لست مسؤول، أحذر الجميع، وكل إنسان أرسله مال سوف يقاضي. اتصلت عائلة من السعودية هذا الصباح وبها عرف المشكل، يقولون أن الشيخ نعيم نريد أن نتواصل معه وأن نرسله بعض الأشياء المال، فهذا أرسلناه أو قالوا لم أتأكد إما أنهم أرسلوا أو كانوا سيرسلونه على هذا الرقم. فإذا أرسلوا فقال أن أرسلوا لأن هذه السيدة قالت لما اتصلت علي قالت لي قالوا أنهم أرسلوا وهم مستعدون لإدلاء بالشهادة وسوف يقاضونه في القضاء، لأن الحمد لله عباد رسولهم ليس عليه اسمي، عليه اسم من أرسلوه والمكان وكل شيء، فسوف ولن يعالجهم. فالآن يعني استعد أنت من أراد أمور كانت تمشي في القضاء في جهة أضف إليها النصب والاحتيال الذي سوف يزداد عليك. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حسبنا الله ونعم الوكيل.